السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. مرحبا بكم حبيبتي الغاليات اللي دائما تتابعوني على القناة أو تتابعوا الفيديوهات ديولي. نتمنى أن هذه الفيديوهات ينالوا إعجابكم وينالوا إعجابكم هذه التنسيقات اللي دائما كنجيب لكم الجديد في التنسيقات أو في الستايلات اللي كيعجبوا جميع الأذواق للوينات. التنسيقات اللي تغيري اللوك ديالك أو ستايل ديالك، يعني مجموعة من بياسات تقدي بياسة واحدة تغيري تلبسي بها تناسقها مع جميع البياسات أو الألوان اللي كيعجبوك. كما كتشوفوا كاين هاد التنسيقات اللي كيجو زوينين وكيجو أنيقين، كاين هاد التنورة ديال الجيم اللي حتى هما كيجو زوينين وكيجو أنيقين. نتمنى أنه لأول مرة كيشاهد القناة أو كيشاهد الفيديو ما ينساش الاشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد، وتبارطاجوا لنا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء الى عجبكم، وما تنساوناش من اللايكات لان اللايكات مهمين. كما كتشوفوا كما تشوفوا هاد التنورات اللي كيجيو حتى هما زوينين وكيجيو انيقين، كاين هاد ستايل مولف هاد الشكليه. كما كتشوفوا هاد التنوره بحال هكا تقدي تغيري هاد في الالوان تناسقي الالوان ديولهم. كما كتشوفوا الصراحه كيجيو زوينين وكيجيو انيقين. كاين هاد ستايل هما اللي ديال هاد التنسيقة كما كتشوفو كتجي حتى هي زوينة. كما كتشوفو اللوينات ديالهم كيجيو زوينين وكيجيو أنيقين. ستايلات لجميع الأذواق اللي كيعجبهم بحال هاد ستايلات أو بحال هاد التنسيقات اللي الصراحة كيجيو للمراهقات أو غير المراهقات اللي كيعجبهم معاهم هاد التنسيقات اللي كيجيو زوينين وكيجيو للعمل اليومي. يعني تقدي تغيري يوميا تلبسي تنسيقة اللي كتكون متغايرة عن التنسيقة الأخرى وهم نفس الألوان أو نفس الموديل، يعني كتقدي تغيري فيه في التنسيقة كما بغيتي. كما كتشوفو يعني تقدي موديل واحد تلبسيه مع جميع التنسيقات اللي أو جميع الموديلات مع تناسقي الألوان ديولهم كتناسقي اسمه التنسيقة اللي كتجي زوينة وكتجي أنيقة على حسب الذوق ديالك. كما كتشوفو الستايلات ديولهم كيجيو زوينين. كاين هاد التنورات هما اللي كيما كتشوفو الألوان حتى هما كيجيو زوينين. يعني تقدي تلبسو معاها جميع الالوان اللي او الموديل اللي كيعجبك تناسقيه معاها. هاد التنورات كيجيو زوينين في اللبس حتى هماتي. كما كتشوفو التنسيقات اللي كيجيو زوينين تقدي تناسقها مع اي لون. كاين هاد الموديل هما اللي كيما كتشوفو في الاصفر كيجي حتى هو زوين. اللي تقدي تغيري حتى هو في التنسيقات تقدي تلبسي جاكيطه معاه، يعني ناسقي الالوان كيجيو زوينين. كاين هاد التنسيقه هما اللي كما كتشوفوا حتى هي كتجي زوينه. كاين هاد ستايل هما اللي كما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين. كما كتشوفوا حتى هما كيجيو الالوانات ديالهم زوين، كتجي الموديل واحد كتناسقي مع جميع الالوان. الصراحه كيجيو زوينين هاد التنسيقات كيجيو الالوان ديالهم متناسقين. كاين هاد الفساتين كما كتشوفوا حتى هما كيجيو زوينين وموديل واحد ولكن في الالوان حتى هما كيجيو الالوان ديالهم زوينين. كاين هاد الموديل هما ديال هاد الفستان كما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين، كتجي التنسيقة حتى هي زوينة وأنيقة. كاين هاد ستايل هما لي كيما كتشوفو حتى هو كيجي زوين، لي التنسيقة لي كتجي زوينة حتى هي. كاين هاد التنورات هما لي كيما كتشوفو في هاد اللون الابيض في الغوز في الابيض حتى هما كيجيو زوينين.
كما كتشوفوا كاينه التنسيق حتى هي، كما كتشوفوا حتى هي كتجي في الالوان، كما كتشوفوا اللوان ديالهم كيجيو زوينين. نتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم وينال اعجابكم هذه التنسيقات. اللي عجبهم بحال هذه التنسيقات مينساش يبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. هاد الستايلات اللي كيجيو زوينين كيجيو انيق، اللي كيعجبهم بحال هذه التنسيقات. نتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم، ان هاد التنسيقات كيصلحوا للعمل، الخروج، الدخول المدرسه، يعني العمل اليومي، يعني اي وقت بغيتي تلبسي التنسيقه كتجي معك، يعني تغيري في الالوان او تغيري في التنسيقات، اللي الصراحه كيجيو زوين وكيجيو انيقي. الستايل ديالهم كيجي زوين كيجي انيق. يعني الويلات كامل جميع الالوان او جميع التنسيقات اللي كيجيو متناسقين للخروج، يعني العمل اليومي، يعني كل شيء. هاد الالوان اللي كيصالحين لجميع الاوقات، كما كتشوفوا الستايل ديالهم كيجي زوين كيجي انيق. يعني التنسيقات اللي تقدي اي موديل عندك تناسقيه مع جميع الالوان وجميع الستايلات اللي كيجيو زوينين كيجيو انيقين كما كتشوفوا. اللي كيحتار في الالوان او كيحتار في التنسيقات، هاد التنسيقات اللي الصراحه كيجيو زوينين، اللي كتقدي تناسقيهم مع اي موديل عجبك كتبغي تناسقيك كيجيك ساهل ينضرك، لانه جبنا لكم مجموعه اللي الصراحه زوينه في التنسيقات او في الموديلات اللي كيعجبهم بحال هاد اللي كيغيروا. كيكون عندك الموديل وكيكون عندك الستايل ديالك، ولكن ما كتقديش تغيريه او تقدي تحتاري في الالوان ديالو تناسقيهم. هادو كيجيو مجموعه من التنسيقات اللي كيجيو الصراحه زوينين وكيجيو انيقين. كاين هاد الفستان في هاد الكحل حتى هو كيجي زوين، كاين هاد الموديل هما اللي كما كتشوفوا، كاين هاد الفستان في هاد اللون حتى هو كيجي زوين كيجي انيق، كيعجبهم هاد الفستان اللي تقدي ديري الصمتو تقدي تحيديها كما كتشوفوا. كما كتشوفوا الفستان بحال غيرت له اللوك ديالو، اللي تقدي تغيري حتى هو التنسيق ديال الفستان تقدي تلبسي معاه اي حاجه. كاين هاد الموديل كما كتشوفوا حتى هما الشكيله ديالهم كيجيو زوينين. الصراحه الستايل ديالهم كيجي انيق. نتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.